السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل أسبورات المايكروفيج. نتكلم على النظر فاميلي وتأثر على الأبر واللور ريسبيراتوري سيستم مجموعة التيروبكتريسيا أو جرام نيجاتيف رولز تيروبكتريسيا. الكاركتر بتاع الجنرال كاركتر بتاع العيلة ككل التيروبكتريسيا تعتبر جرام نيجاتيف رولز فيرمنت تعمل خلاص عملت تخمر ليه جلوكوز وتنتج اسيد ريديوس النيترايت للنيتريت النيتريت وزرع للنيترايت وتجهز ان هي ما بتعملش اوكسيديشن فعشان كده اوكسيديز نيجاتيف. التفتقر الى انزيم الاوكسيديز اللي هو بيعمل تكسير ال H2O2 فاكولتيتيف انيروبيك موتايل عادة شيجيلا وكليبسيلا نون موتايل نون كبسول ما عدا الكلبسلة ما تعملش كبسول نون فاستيديس يعني تحتاجش بعض العوامل الأخرى عشان تحفزها يعني مش ديليكيت بيتم على المكونكي أبوار العائلة تم تنطستش من عندي ستروباكتر انتيروباكتر وشريشيا والهافينيا والمورجنيلا والبروفيدنسا والكلبسلة والبروتس والسالمونيلا والشيجيلا والسيراتا. اللي بيهمنا في المجال ده كل مجموعة ريكولوال والتروبسيلا والسلمونيلا والشيجيلا. الانتيروباكتريسي بنوع منها هي تروبوسوجين يعني بتعمل ممرات شديدة جدا في اليوم اللي هما زي من أمثلة السلمونيلا الشيجيلا والسينيا وبعض الستريمليوكولاي. يبقى خلي بالك مش كل الستريمليوكولاي باثوجينيك البعض خلي بالنا هنا الأسئلة والاختيارات. موست ممبرز أغلب الأعضاء الانتيروباكتريسي أر أوبرتيونسك يعني انتهازية بتأثر على تعمل سكندري انفكشن تعمل عدوى سنوية الوامز واليورناري تراكت والسفيراتري تراكت والسيركولاتري والأوكولاي هي دايما تعمل مشاكل في هذه الأجهزة. الانتيروباكتريسي بتقسم إلى جروبين كبار مجموعة بتعمل فرمنتيشن تعمل خلاص تخمر للاكتوز وسميت لاكتوز فرمنتر زي ال اف وعشان نفهم مين تحفظ الكلام ده كويس جدا اللي كلها الستروباكتر والكليبسيلا والانتيروباكتر مجموعة لا تخمر الفرمنتيشن للاكتوز من لاكتوز فرمنتر الاكسرات دي المهم نحفظها سالمونيلا والشيجيلا والبروتيس واليارسينيا. ده شكل الانتيروباكتريسي تحت الميكروسكوب او الميكروسكوبيك ايدنتيفيكيشن جرام ستين جرام نيجاتيف رودز بس اللاي ارينج سنجل يعني اللي تبقى موجوده في سبرت مش سلسله ولا اختلافات. الانتيروباكتريسي لما نيجي نشوف البايوكيميكال رياكشن بتاعها هي اوكسيديز تيست كل الانتيروباكتريسي اوكسيديز تيست نيجاتيف خلاص كانت السيجول زمان بتصنف ترع الانتيروباكتريسي لما تصنعها بقى تاني لوحديها لكن بنعمل مقارنه مع سيدونس اوكسيديز بس اوكسيديشن فرمنتيشن تيست هو اختصار اوكسيديشن فرمنتيشن جاي من فرمنتيشن تيست كل ممبر بتاع الانتيروباكتريسي اوكسيديز وصف فرمنتيشن بوزيتيف السودوميناس مقارنه اوكسيديز وصف فرمنتيشن نيجاتيف. النيتريت ريدكشن كل ممبر بتاع الانتيروباكتريسي تعمل ريدكشن للنيتريت وتعملها اتحول نيترايت ونقارنها بسودوميناس سودوميناس نيجاتيف. لما نيجي نعمل تقسيم الانتيروباكتريسي يقول لك الانتيروباكتريسي تعمل تقسيمتها الى عنتين اللي هو اللاكتوز ونان لاكتوز فيرمنتر ده اللاكتوز فرمنتر يعني كلها ستروباكتر كلوسيلا نان لاكتوز فرمنتر زي السلمونيلا والشيجيلا واليارسينيا دي لازم نعرف الكلام ده مهم قوي. بعرف عن كم ده ملخص الكلام دي كلها السلكتيف ديفرنشال ميديا الميديات اللي تفرق ما بين لاكتوز فرمنتر ونان لاكتوز هما كالاتي اما كنت على اسف فاهم ثم اي ام بي سليم سندري ثم شيجيلا سمينا شيجيلا اجار بالاضافه الى اللي اسمه اللي هو تريبل شوجر ايرون اجار تيست. فرق بين ال اف والمن ال اف على المكونكي سميناها لان خلاص قال لك لما جه عملنا خريطه كده تسهل معانا المذاكره. المكونكي بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على بايل سولت وكريستال فالت ولاكتوز ونيوترال تريب. دور البايل سولت بيعمل ايه؟ والكريستال بتقتل البكتيريا الجرام بوزيتيف عشان كده الجرام بوزيتيف لا يتم تنميتها على المكونكي نهائيا عشان كده تعتبر سلكتيف فقط المكونكي سلكتيف فقط لمين يستخدم اللي هو الفصل بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. اللاكتوز عشان افرق بين اللاكتوز فرمنتر تديني بومب كورن والنان لاكتوز فرمنتر تديني كولر ليس كورنز. النيوترال فيلد عندي
هي بيتش اللي هو لما هتغير اللون بتاع الاكتسر ممكن يطلع حمض، هي تبدأ اللون الاحمر او خلاص اللي في الاسيدك او البنك كله على اساسها. طبعا تلخيص الكلام، الكلاسيفيكيشن تو حسب الجروس اند الفيرمنتيشن، لاكتيس فيرمنتر ونون لاكتيس فيرمنتر، بينك كولوني المحفظ المبسله كلها كلبسلة انتروباكتر ستروباكتر، نون لاكتيس ذا كولر ليس زي السلمونلا شيجيلا الفيترس فيلرسيلا. الايدنتيفيكيشن بتاع الكلبكتريس ايه بقى الديفرنسيشن بين ال اف والنون ال اف بلس على الكونتر المصر بتاعنا المفروض بحط المبرزة بروت التست الميكروجينوس، بعمل سترايك سترايك بروت او سترايك مود، بعمل انكوبيشن لبلو عند 37 درجة لمدة 24 ساعة. النتيجة لو هي لاكتوز فرمنتر هيتحاول تديني بينك كولين زي ما احنا شايفين، ولو مسلي لك اللاي مش هيتعمل لاكتوز فرمنتر هيبقى كالرليس كولين زي الشجلة، وادي هنا مثال للكالرليس، وادي هنا مثال للبنك كولوني على الكونتري، وده بضيف ادي ميديا عن انكريت يعني لسه ما حطيتش فيها حاجه. ده لو ما كده الكيشن طلع من الاكتس فيرمنتر او شكل يكون زي شايفين كده حاجات صغيره غير واضحه، ودي زي الشجيلا سنه. هنا البنك كولوني واضحه جدا، ده اللاكتوز والايكولاي دي لاكتوز فيرمنتر وكبسه. الرياكشن بتاع التريبل سوبر او التي اس اي ار ده عباره ايه؟ هو الرياكشن ده عباره عن ميديا فيها ثلاث انواع السكر، جلوكوز 1 بارت، لاكتوز 10 بارت، سكروز 10 بارت، وفيها مادة الفينول ريد اللي هي الأسيدك عشان تدي اندكتور تتغير للون اليلو لما يحصل فيرمنتيشن ويحصل حمض. التريبل شوجر ايرون خلاص تيست حطها في التيوبس، التيوب دي بميلها واسيب الاجار يجمد فيها، فالاجار بيجمد جوه الانبوبه اللي هي التيست اللي احنا شايفينها بيجمد يميل كده زي ما احنا شايفين. لو نزلت اللوب بتاع الحد الباطن تحت سميت ده طريقة البط، لو عملت زرع من فوق على سطح اللي هو المايل ده بيسمى سلام. انا عشان ايه الهدف من التي اس اي؟ انها ديترمان مدى قابلية الاورجانيزم ان هو يعمل اتاك يعني يهاجم ويعمل فرمنتيشن كربوهيدرات اللي هو صب السكر وفي الميديا، ويديني هيد برودكشن لجاز او غير برودكشن، ويطلع ينتج عنه حاجه اسمها هيدروسلفات اتش 2 اس. الرياكشن بتاعنا اللي ده نكريت الميديا بالاورجانيزم بالميدل او باللوب، سواء ده في الباطن تحت في القاع من الانبوبه اسمه بط، او سلانت على السطح من فوق وانكبوتها سواء تكون 24 ساعه. ادي شكل الميديا، الباطن هنا ده بي اتش 2 اس برودكشن، وده هنا اسيد برودكشن حول اللون يلو زي ما شايفين كده يا جماعه. ادي ده ادي الميل بتاعنا في التابع. اللي هناخد اول عيله نتكلم عليها خاصه بيها في العيله اللي هي الاشريشيا كولاي من الانتروباكتريسي، ناخد زي الكاركتر ده حاجات دي تحفظ جدا مهمه قوي قوي. جرام نيجاتيف بكتيريا، كوكو باسيلاي، فاكولتيتيف انيروبيك، مطاول متحركه ما بتعملش سبور، كبسول ما فيش، نيجاتيف كاتاليز بوزيتيف، اوكسيديز نيجاتيف، يوريز نيجاتيف، لاكتوز فيرمنتر عشان كده تعمل بينك كولوني على ماكونكي. التست اللي هو الاي ام في اي سي بتبقى الاي دول بيبقى بوزيتيف والام خلاص بوزيتيف والفي اي نيجاتيف والسي نيجاتيف. التريبل شوجر ايرون تيست تدي رياكشن لاسيد وثاني اكسيد كربون وتديش اتش 2 اس. لو زرعناها على الاي ام بي بتديني اللي هو جرين ميتاليك كولنز بتظهر عندي وخلاص في كاركترستيك للاي ام بي. ادي شكل هنا الطبق، هنا بيقول لك هنا سليم سليم بلو بيبقى نقله في هنا ده لاكتوز فيرمنتر بتدي بينك كولني جرام بوست بكتيريا. هو جاب الطبق ده مقسمه جزء للاكتوز نون لاكتوز فيرمنتر وشكل الكولنز تطلع، وجرام خلاص انهيبيشن جرام بوست طلع ده يعني زي الشرح اللي احنا عملناه بس في شكل دياجراماتيك واضح وصلت. ادي الاي ام بي الكاركترستيك للسيلين اللي كلها اللي قلنا عليها سيلين ميتاليك جرين كولنز بتظهر عندي، ده فيها بلاك كولنز برضه بتظهر معاها. ده على الماكونكي. ادي البينك كولر في اللاكتوس فيرمنتر وده نون لاكتوس فيرمنتر زي السلمونلا ولا شبه زي. العيله الثانيه كليبسلا رغم نجد البصلار كوكو بصلار فكر تهدف من مطاول من سبور، ولكن هي كبسول خلوها ان هي كبسول بوستف.
الكاتاليز بتاعنا كاتاليز بوزيتيف اوكسيديز نيجاتيف، انك تشهر منكر بتدي شكل كوني شبيهه بتاع الايكولاي، ولكن بيبقى فيها مخاط اكتر من كود بنك كولين على مكون كعبار. اليوريز بتاعنا بوزيتيف، الاي ام في اي سي تيست نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف، التريو شوير ابهار تدي اسيد واسيد و CO2 و H2S نيجاتيف، شكل الكوني بتاعنا على تدي بيربل او بنك من كود كوني حتى لو ظهرها الـ NB. كلبسلة ميناني أخطر أنواع كلبسلة اللي تسوي جهاز تنفسي، وده دي الحاجات المهمة جدا مهمة جدا وأنا بذاكر. ده بس أدي البص اللاي موجودة عندي أهو، موجودة بينخ عليا البص عندي. جرام نيجاتيف انكابسوليتد روت شيب بكتيريا، ده بتعمل سيفير نمونيا في اللور ريسبيراتوري تراكت وممكن تؤدي الى الديس. شكل كلوسينا نمونيا ميكود على البكون كعبار ميكود بنك ايه كل زي احنا شايفين كده. ده المجموعة الاي ان في اي سي تيست لكل فرم اللي بتأكد وجود الكلوسينا اللي تقوم اكتر زي احنا شايفين نيجاتيف في الاندول وام اي نيجاتيف والفي بي خلاص بوستف والستريت اللي هو اخر واحد اللي هو بوستف. الرياكشن ده ازاي بيفرق؟ نحفظ الجدول ده كويس جدا، انا احفظ الشريشيا والادوار سيلا وعندي خلاص مقارنة ببقية السبيشيز الاخرى عند الستر بكتر كلهم بوستف في الاندول. الكلاسينا المنيك نيجاتيف نيجاتيف خلاص في الامر الفي اي بوستف والستريت بوستف. ان ننتقل الى بعد كده المايكرو بكتيريوم تيوبر كلوزز، دي طبعا كدنا هنسى عنها الترم الاول. الباي مايكرو بكتيريوم تيوبر كلوزز دي مرض من اللور ريسبيراتوري تراكت، عباره عن ايه اللي دي المايكرو بكتيريوم تيوبر كلوزز هي اسيد فاست بسلعه ما تصرخش بجرام خلاص ستيم، لكن الصبغه الاساسيه بتاعتها اسمها زيل، ممكن تصرخ بس هي مش كاركترستيك ليها، ولكن زيل نيلسون هو كاركترستيك رابيد تيست. المايكرو بكتيريا بتبقى نوتريبل دايجنوز خلاص ديستنكتش، يعني صعب ان انا اعمل لها ديتكشن كلينيكال مع المريض، لازم بعد مرور سنين معينه او يحصل اميون سولوشن. صبغه فتك مايكرو بكتيريا سبيشيز كونتامينيت الجلاس وور والريجنت بتاع في المعنى، ممكن تلوث كل محتاج المعنى. مايكرو بكتيريا تعتبر بارت نورمال فلورا ولو سبيسيفست، يعني ملهاش سبيشيز محدد ممكن تيجي اي حد. سمول اماونت اوف بصلاي تبقى سامبل، لو خدت سامبل بلاقي تدي نيجاتيف ريزلت لو سنسيتيفيتي. الديفينيت ايدنتيفيكيشن تحديد المحدد جدا ان انا بعمل كالتشرنج لاورجانيزم وبالبي سي ار، يبقى زي نيلسون وشوية من تحت الميكروسكوب الكلام ده كله مش هو الكاركترستيك ايدنتيفيكيشن لعينة من التيوبر كلوزس، ولكن الكالتشر الزرع والبي سي ار هم يعتبروا المور اكيوريت والمور سنسيتيف، يعني ده قصده هو الميكروسكوبك اكزامينشن والستيننج خلاص لوز سيست، يعني خلاص مش سبيسيفيك ولو سنسيتيفيتي يعني مش حساس قوي. لو عشان كده استعرضنا هنا في المهنه وده بتكرر الترم الثاني اللي هو الكالشر والبي سي ار للتي بي. ده التكنيك بتاع زي ما انتم شايفين كده انواع الصبغات اللي بتستخدم، الريجنت بيستخدم السيلين بلو خلاص والديكابلايزنج ايجنت والكربول فيسن خلاص كلر ريجنت بيستخدمها عشان اصبغ البصلاي بتاع التي بي. كالشرنج بزرعها على الجي ميديان او الفيجنتاين جنسن ميديان المدى اصلا هنا اخضر، ولو هو بوزيتيف وظهر عليها التي بي بتظهر في صوره كولي فلاورز خلاص زي ما شايفين كده، بتبقى في صوره كولي فلاورز جروس ابيرنس، تاخد من اسبوعين لثمان اسابيع قبل ما تمنع الميديا، وهنا بلاقي المايكرو جنس موجود عندي في هذا الشكل. البي سي ار اللي هو نجم الكلينيكال المعملية اللي يعتبر هاي سنسيف وهاي سبيسيفيك اللي بنعملها بمولوكيولار تيست فور ايدنتيفيكيشن اوف تي بي، خلي بالنا من دي اول حاجه جدا اللي هو بوليمريز رياكشن تيست، يعني امبليفاير يعني امبليفاير يعني بيكتر عدد اللي في عندي جزء صغير من الحمض النووي بتاع التيوبركلوز موجود، يعني له عمليه خلاص ترانسليشن ويكتروا وخلاص في العينه تكتر.
خلال شركة تايم بعمل ديتكشن للميكوباكتيريا تيوبركلوز في العينة بتاعتي، السنسيتيفيتي بتاعتي عالية جدا تصل من 75% والسيفتي 95%. لازم لما نتمرس بالسيفت مور سنسيتيف تيست ديتكشن اوف تي بي تو اونلي ان بي سي اي. انا اتوقف هنا ان شاء الله، نكمل بعد كده المحاضرة القادمة على عائلة السودومونس لان فيها كلام كتيرة، والمدمن بتاعها وازاي استخدمها وازاي اتعامل معاها. ربنا يوفقكم ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم وبالتوفيق باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.